بوليسه التامين دي غامضه جدا، مش عايزين يعلنوها لحد، مش عايزين يقولوا لحد على بوليسه التامين وايه اللي فيها وايه اللي جواها وايه اللي براها وكده، رغم ان احنا كلنا بندفع مبالغ واحده. في واحد يدوله 400 ألف جنيه وواحد يدوله 150 ألف جنيه، طبعا كلام غير منطقي. واحد يدوله مليون جنيه والتاني ما عرفش يدوله 250 ألف جنيه، طبعا ده كلام غير منطقي. يعني ما هو اللي بيموت هنا هو ده روح وده روح، فطبعا يعني هم يفرقوا بين الأرواح وبين الميتين، طبعا ده يعني حاجة مش كويسة خالص. فيعني عايز أقول وأركز على حاجة مهمة جدا، إن هم يعني للأسف الشديد بيفرقوا بين الناس وبيخلوا نفسية الناس تتعب، والناس تحقد على بعض. ده مش مصلحة العمل، ده مش من صالح العمل على الأطلاق.